إذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نبدأ في تصحيح تمرين آخر، تمرين جديد من تمارين التجاذب الكوني، مع العلم أننا بكثرة التمارين ربما سنكون قد قضينا على صعوبة فهم هذا الدرس. إذا تمرين رقم 5، وهو مأخوذ من كتاب مرشدي في الفيزياء، إذا التجاذب الكوني. والتمرين الأول، إذا هذا التمرين، تمرين رقم، إذا اختر الجواب الصحيح. كتلة كرة طويلة M تساوي 2.5 جرام، وزنها على سطح القمر يساوي، سؤال واحد، خمس وزنها على سطح الأرض، 10 وزنها على سطح الأرض، سدس وزنها على سطح الأرض، وعلى المعطيات. إذا يجب أن نحسب لدينا كتلة الأرض، كتلة القمر، شعاع بين شعاع الأرض، شعاع القمر. إذا الآن يمكن حساب، مع العلم أنها على سطح القمر، وبالتالي فالارتفاع منعدم. إذا نحاول نجاوب على هذه الأسئلة. إذا وزن الكرة على سطح الأرض كم يساوي؟ نحسبه قوة التجاذب الكوني، نحسبه الجواب هو هذا. إذا E و F تساوي P تساوي G في M T M على R T أس 2، نعوض، سنحصل على 0.0246 نيوتن على سطح القمر. قوة التجاذب الكوني على سطح هي كما يلي، نعوض، سنحصل على القيمة التالية. إذا قلنا قبل إما العشور إما السدس وإما الخمس، الآن نقوم بحساب أو القسمة ديال بي على بي بريم. إذا سنحصل على 6، وبالتالي السدس تساوي وزن الكرة على سطح القمر يساوي السدس وزنها على سطح الأرض. دمتم بخير وإلى اللقاء.